عندك انت يبقى الماتشات فيها هتقول لي طب ما في مباريات ولا هيبقى في كل مره في ضغط؟ لا في فرق ان الضغط العصبي ما هما بيخلص الماتش النهارده بيروح بيعمل ده تاني يوم ثالث يوم بيلعب تاني فما خرجش هو ما خرجش من الضغط العصبي بتاع الماتش اللي قبليه. لما بتضيف على دول ان انا بلعب على بطوله بتبقى مساله زياده ضغوط كبيره هو جدا هو ده مش الموضوع عادية. احنا عندنا كل مشاكلنا في الرياضه المصريه قطاعات الناشئين. عايز تعمل نجوم كبار زي اللي بره اهتم بقطاعات الناشئين. عايز تعمل تعليم كويس اهتم بالمرحله الابتدائيه. عايز تعمل زرعه كويسه اهتم بالنبات والصغير قبل ما يطلع. هي كده انما ما مرحلة الناشئين عندنا امل ان احنا نبدا نغير ده تدريجيا يا استاذ ابراهيم. يا سيد الفاضل لو احنا النهارده انا من الكلام من انا كالدوله وعايزين نصلح او نعمل ده اتحاد الكوره مش هيعمل صدقني مش هيعمل لانه يعني مع احترامي الكامل ثلاث ارباع الكلام ده ما يعرفوش. انما انا عايز اعمل اي حاجه انا النهارده استطيع ان انا كدوله بقى اعمل اربع مراكز واحد في الصعيد واحد في بحري وكده يعني مراكز بحيث واحد في القناه عشان اخد مدن القناه وسينا المراكز دي الثلاثه او اربعه بعمل المراكز دي ليه؟ ان انا المواهب اللي موجوده في كل حته اخدها من السن الصغير ما انا لو خدته بعد ما هو عنده 18 19 فاتوا كتير مش هقدر اديله اللياقه البدنيه اللي تسعفه يلعب مباراه كامله واحنا عندنا نجوم من غير ما اقول اسامي شايفينها ما بيقدرش يلعب ماتش نجوم مولودين وهم عندهم مهارات كرويه زي اي نجم في العالم بس اللياقه البدنيه اقل من اي حد في اي حته فمش قادرين احنا النهارده نستطيع نهتم بده ننظر نظره ده انا الدوله شايف الدوله كدوله ابتدت تعمل حاجه ويعني وبالمناسبه هخرج الموضوع ده في الدوله عشان بس عايز اشكر الحقيقه الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم احنا بيتعمل حاجه دلوقتي يا محمد التاريخ سيؤرخ في مصر ان اول نهضه بعد محمد علي بالنسبه للتعليم بتتم دلوقتي في 2019 اللي احنا فيها دي النهضه في اتوزع التابلتس على طلبه اولى ثانوي في كل مدارس مصر. كنت بتكلم مع حد في اعداد السيره دمياط 12000 طالب في الاولى ثانوي التابلت ده عباره هو عاملين له دايره مغلقه ان هو بيخش على بنك المعلومات وهو بيخش بياخد فيه الهوم ورك بتاعه الواجبات بتاعته بيحل فيها ولا شيء اكتر من كده ولي الامر لما بيستلم بيدفع 100 جنيه للصيانه وبيعمل تعهد على عشان اللي هو لو لعب فيه عشان يلعب بيه اتاري بقى وشغل الحلبسه ده هيبوظ ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني كل مدرسه من المدارس الحكوميه في مصر اتعمل فيها عشان الطالب ما هيجيب نت منين فالنت موجود في المدرسه وبيشحن الجهاز قبل ما بيمشي عشان خاطر يقضيه بقيه النهار. التحويل ده وعشان الشبكه دي تتعمل وكلام كلفت في كل مدرسه نص مليون جنيه. شوف اللي اتعمل قد ايه. احنا بنتحول من حدوته قفزه هائله تمت. كان من سنتين الناس بتنتقد ويقول لك انتوا عمالين بتعملوا كباري وبتعملوا هو فعلا دكتور طارق شوقي الفتره اللي فاتت الناس هجمته كتير جدا وهو لسه بيضع استراتيجيه العمل الخاصه بالفتره الجايه وكان بيرصد مشكلات القطاع وناس قالوا انتوا بتقولوا شعارات وما حققتوش حاجه. هو نفسه كان له رد فعل وبعض التصريحات انه يشعر بنوع من المراره لانه كان له تصريح نقل عنه في بعض الصحف قال يعني ما حدش قال لنا حتى كلمه شكر لما انجزنا خطوه مهمه زي دي زي توزيع التابلت. اصل مش حكايه توزيع تابلت انت بتنقل خلاص من الحفظ من الحفظ والتلقين للبحث والمعرفه. ما هو ده اللي يقصده اللي هو المعرفه البعد التكنولوجي انت عشان تلحق العالم هو ده ولما تبتدي ده في كل قرى ونجوع وعزب مصر الحتت الصغيره تعمل ده دليل ان الدوله محترمه وتفكير محترم وبتعمل بجد. كانوا بيهاجموا النخبه بتوعنا كانوا بيكتبوا انتوا رايحين تعملوا طرق والكلام ده احنا عايزين التعليم والصحه. في التعليم والصحه اتعمل حاجتين ما اتعملوش في تاريخك يا مصر. المشروع بتاع فيروس سي اللي بياكل كبد المصريين اللي اتعمل منظمه الصحه العالميه قالت ايه؟ احنا فاللي عملناه في عندنا احنا سبقنا امريكا. امريكا عندهم حوالي 3 مليون واحد عندهم فيروس سي. نسبه العلاج اللي عملوها ليهم وهم اللي مخترعين الدواء اقل من 10% بالنسبه للنسبه بتاعتنا احنا. احنا اللي اتعالج عندنا وبعدين معمول دلوقتي ان مصر هتبقى خليه خلال سنتين او ثلاثه من فيروس سي خالص. انت عارف ده معناه ايه؟ ده حاجه عظيمه جدا ان يكون هنالك دوله فيها بتفكر وبتحترم شعبها
وبتاخد، ودول 80% من اللي عندهم الفيروس كان اهالينا البسطاء، يعني مش هيقدر يتعلم. لما طلع الدواء هو غالي جدا، الدولة يعني مليارات اتصرفت عشان تعمل ده، وده واجب. ما حدش يقول النهاردة الحدوتة اللي بتتعمل عشان العيون 100 مليون صح، والنهاردة اللي بتعمل جديد علشان السمنة اللي بدأوا فيه عشان السمنة، مشروعات بتتعمل بس لما بتتعمل يسكتوا، محدش يتكلم. ننتقد في التعليم، أرجع وأقول إن اللي بيتم في التعليم دلوقتي أول نهضة حقيقية تتعمل فيك يا مصر النهاردة، بعد شوف من أيام محمد علي لما صفر بعثات بره، بس ده النهاردة بينقلك للعالم فيه. إحنا بقالنا قد إيه بقى في طب هل إحنا مؤهلين يا أستاذ إبراهيم ولا لأ إن إحنا ننتقل إلى هذا الجانب الرقمي في الأمور التعليمية؟ يعني إحنا الدولة ماشية في اتجاه حضرتك بتقول إنه طيب جدا ومهم جدا، هل إحنا كمجتمع مؤهلين لده في ثقافتنا، في طريقة تعاملنا مع الأجهزة دي، في أميتنا ودرايتنا ومعرفتنا العلمية ولا لأ؟ أنت دلوقتي لما بتمشي انت في حد ما فيش فيه الموبايل؟ لا طبعا كل الناس في حد ما بيخشش عشان يشوف الحاجات اللي عايز يشوفها في على الموبايل هو لا مؤهلين. ممكن تظهر بقى تظهر مشاكل. طب ما هو ده هو هيعملوا امتحان في اخر مارس يشوفوا التجربه، هتظهر طبعا طبيعي اي تطبيق وطبيعي اي تجربه جديده. انما انت نقلت نقله من يعني نقله خرافيه. ويعني انا عايز اقول يعني للدكتور طارق شوقي معلش، ما هم ده قدر يعني ان اي حد هيشتغل هيتهانوا، لان ما في ناس طالبه ان البلد دي لا تقوم ولا تتقدم خطوه. لا ده في كمان مقوله مش عارف حضرتك تتفق ولا تختلف معاها، ان جوه كل وزاره وجوه كل كيان كان بيشتغل بالطرق البيروقراطيه القديمه والتقليديه مقابل، اتعود على انه مكاسبه من هذه الطريقه حيقاوم، وان تغييرها بيهدد مصالح البعض. حيقاوم. هل حضرتك متوقع ان ده يبقى موجود؟ مقاومه للتغيير. اي جديد بيقاوم. اي جديد بيقاوم. انما 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 لما يبقى انت بتعمل النقله دي الناس هتحس. النهارده الولد بتاع اولى ثانوي هيشتغل بالجهاز بتاعه في ثانيه ثانوي، واللي هيخش اولى ثانوي السنه الجايه هياخده ده، بعد ثلاث سنين هيبقى المرحله الثانويه كلها تم تغطيتها كده كلها بالاجهزه. واي اي مشوار الألف كيلو بدايتهم خطوه. التابلت ده الخطوه اللي بينقل مصر. مصر بتتنقل لحته ثانيه للمكان والمكانه اللي تستحقها مصر. بس ما حدش، لانه كمان له دور مهم جدا، قالوا عنه انه في الجامعات بره البعد الرقمي التكنولوجي ده بيساعد على الابديتنج بتاع الابحاث والتجديد كل يوم، غير المناهج اللي بتطبع والكتب اللي تخش المخازن فبتجمد، بيحصل جمود في المناهج لخمس سنين على الاقل على ما تعاد الطباعه بشكل انت جديد. وزاره التربيه والتعليم كانت بتطبع بمليارات كتب وبتترمي اخر السنه. ده الجزء، الجزء الثاني العالم كله داخل، اذا احنا ما دخلناش في ده هنقع. اللي هو التحول الرقمي، وللاسف ما شرحش كويس للناس. خلاص بقى كل حاجه دلوقتي هتبقى كلها تكنولوجي، كله من خلال الشاشات والكلام والكمبيوتر والكلام ده كله، مش هيبقى فيه الحدوته دي. غصب عننا ما رحناش ده يبقى احنا خرجنا من الدنيا. فانت بلد بتستعد لده، فلما بتجهز تعليمك ده، احنا كان انا اكتر حد كتب علشان حكايه المناهج، تغيير المناهج كان اقصى طموحي، بس ان احنا نعمل مناهج يعني تقربنا شويه، بدل الحفظ والتلقين يبقى بحث ومعرفه. الطفره اللي حصلت لا ده نقله هائله طبعا.